معايا على الهاتف الدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية. دكتور علاء، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير للسادة المشاهدين. في البداية، أكيد الدولة بتتخذ سياسات للحد من ارتفاع الأسعار، لكن الغرف التجارية بالتأكيد هي الأقرب للتجار، وهي اللي عندها رصد واقعي لطبيعة الحال أو لما يدور على الأرض في فكرة ارتفاع الأسعار. ما هي السياسات التي اتخذت للحد من ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة؟ خليني حضرتك ابتدي بنقطه مهمه. زي ما حضرتك قلت في البرومو، زياده الاسعار دي مشكله عالميه تصدرت لمصر، هي مبرره ولكن غير مقبوله. غير مقبوله من المواطن، غير مقبوله من الدوله والحكومه، وغير مقبوله من القطاع الخاص، لان انا كقطاع خاص لما الاسعار بترتفع انا القدره الشرائيه للمواطن بتنخفض، وبالتالي حجم النشاط بيقل. فالجميع غير متقبل هذا. وهاخد برضو من البرومو بتاع حضرتك، احنا اشتغلنا على 4 و5 و6 اللي الشارع كان غير راضي عنهم. ارتفاع الاسعار مشكله عالميه، التضخم مشكله عالميه ومشكله محليه. اللي قمنا بيه مبادره من القطاع الخاص مدعومه بالكامل من الدوله، ولما بقول الدوله هي الحكومه وكافه المؤسسات. فخامه الرئيس من يومين عمل اجتماع لهذه المبادره، اللي عملناه حللنا ما هي مكونات اسعار كل سلعه، وابتدينا نبص نقدر نخفض هذه الاسعار ازاي. القطاع الخاص الوطني مشكورا شال هامش ارباحه، سواء كمنتجين كمستوردين كشركات تعبئه كشركات توزيع. السلاسل التجاريه قامت بنفس الدور في بعض ثم السلع. ابتدينا نشوف ما هي المصاريف الاضافيه اللي موجوده. احنا عملنا ده في بعض السلع الاساسيه يا دكتور، صح؟ دوله رئيس الوزراء في الاجتماع فوري واحنا قاعدين 6 أشهر ايقاف للجمارك على هذه المكونات. وزير الماليه مشكورا طلع قرار بتعديل المحاسبه الضريبيه على عديد من الاجراءات، قدرنا نوصل لخصومات من 15 ل 25%. هذه شراكه تامه للحكومه والقطاع الخاص ونجحنا فيها. بدانا بالسلاسل التجاريه لان دي كانت اسهل لي، ان انا بودي لمخزن سلسله بتوزع على 700 فرع، وبالتالي بغطي محافظات كثيره بخطوه واحده. في محافظات ما فيهاش سلاسل زي مرسى مطروح، محافظات الحدود، فعملنا فيها شوادر السلع تكون موجوده فيها. المرحله الثانيه كان ابتدينا ان المنتج سواء مصنع او مستورد او شركات تعبئه، يا اما يطبع السعر على السلعه، وبالتالي تم تحديد الحد الاقصى لسعر البيع. اليات السوق تسمح للتاجر ان هو ينزل تحت هذا السعر كاليات منافسه ان هو يجذب زبون، او بتطبع في الفواتير وبيلزم بيها التاجر او محل التجزئه سواء بقاله او سوبر ماركت ان هو يقبل بهذا السعر.